الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة؟ تقول تمام قال إمرة تقول الإسلام كون إتقول زكاة كون أن الله صلى الله عليه وسلم إنال زكاة. لأن الزكاة لابد أن تؤخذ من أموال معينة. كبارك وأنه أن إني ما أكتقول زكاة كبارك هذا زكاة أن كبر يتي إمرة يمبى هرتنابة. بمقدار معين. كيما إمبرك الحبانك. في زمن معين. أي وقت حبانك. إلى طائفة معينة الأصناف الثمان. دونك يتا ما يبيرك وبين نون فديجي حبانك. الزكاة تنقسم إلى قسمين فرض ونفل. ما أنا إذا كان نون كيما فتشي بتشي دي. زكاة فرليرو كيما نافلة. الفرض تنقسم إلى قسمين. On zakat farliro kan yungari no fek kontar no fekki peche diri kan. Al awal zakat badan hiya zakat al fitr. Man aranun dun en peche farliro man ako zakat la pingol pandunu duwani on muddo. Athani zakat mal wa hadhi al amwal arba'a. Man a immun e feche zakat farliro ko yaltingol zakat ka jawdi. Undo no fekki peche nay. الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة ريال دولار نعم. ما أنا أرانا نبتش ناي وني جونا كالسي كانج إكو ناندي إمور إمور دولار إكو مور ناندي هندي. نعم الثاني الإبل والبقر والغنم إذا كانت تذهب وترعى لا يشتري لها علف كل العام أو أكثر العام لابد فيها من الزكاة. ما أنا ديمون نكو دمي دمي وني دمي جلودين enai din ko nande mur dido harakade ko wonadi e aynede e der hitande wala si nyammina harako buri ko hitande ko nyammina الثالث الخارج من الارض سواء كان حبوب مثل القمح والشعير او ثمار مثل التمر dim mun ngari ko anana horema ko yaltataka leedi ko yaltataka leedi morde e pour e ko nande e muru الرابع عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء سوبر ماركت يبيع مثلا المواد الغذائية يبيع الأخشاب يبيع مواد البناء كل ما أعد للبيع والشراء فهو من عروض التجارة هذا هو القسم الرابع والله أعلم فكر أنا يبرنا كرامك وانا يييد إمورد كنيامته كونان ديم كرامس إننا تكو ييته أنو أرايكو فكر إمورد فكر أنا يبرنا كو وقدي إتقول زكاة إمورد